خلينا نروح للاجتماع المهم جدا اللي عقده السيد سامح شكري وزير الخارجيه المصريه. والحقيقه احنا لازم نحيي يا جماعه الخارجيه المصريه على الشغل المشرف للغايه اللي احنا شفناه في قمه نيويورك. الكلمه التي القاها الرئيس بتبقى نتاج شغل واضح جدا من الخارجيه، وبتبقى بتحمل افكار ورؤى متميزه للغايه. وزير الخارجيه على مدار هذه الدوره عقد مجموعه من الاجتماعات المهمه، اعتقد الاجتماع اللي هنتكلم فيه دلوقتي اجتماع في غايه الاهميه مع وزير الخارجيه الاثيوبي لبحث ملف سد النهضه. هينضم الينا هاتفيا معالي المستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم الخارجيه المصريه متحدثا الينا من نيويورك. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. عايزين حضرتك يعني تطلعنا على ما تم في اجتماع وزير الخارجيه المصري سيد سامح شكري وزير الخارجيه الاثيوبي، لان حضرتك عارف ان تصريحات وزير الخارجيه المصري في الفتره القصيره الماضيه كانت بتقول ان عندنا مشكله غير طبيعية في هذا الملف، وان احنا خلاص وقفنا مفيش حاجة بتحصل من تطور من جانب اثيوبيا. هو حي للتوضيح، هناك اتفاق بين وزيري خارجية مصر واثيوبيا على عقد اجتماعات دورية فيما بينهم كل شهرين، وبالتالي هناك اهتمام وذلك لمتابعة العلاقات الثنائية ومتابعة الدورات الخاصة بموضوع سد النهضة، بالإضافة بالطبع إلى اللجنة المشتركة والإعداد لها. من الطبيعي أيضا أن يعقد اجتماعا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مصر وإثيوبيا حاليا عضوان في مجلس الأمن، وبالتالي هناك اهتمام بتناول القضايا الخاصة المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن. النهاردة السيد سامح شكري تناول خلال اللقاء أيضا التطورات الخاصة ب المحادثات اللجنه الفنيه الثلاثيه الخاصه بسد النهضه. زي ما احنا عارفين اللجنه الثلاثيه عقدت اجتماعاتها الفنيه الاسبوع الجاري في السودان. ما تزال هناك اختلافات بين الدول الثلاث حول بعض العناصر الوارده في التقرير الاستهلالي الذي اعده المكتب الاستشاري، والتقرير الاستهلالي هو تقرير بيحدد فيه المكتب الاستشاري منهجية عمله في عملية إعداد الدراسة التي سيقوم بإعدادها حول آثار السد على دولتي المطب. مصر كانت طلبت أن يعني يعقد هذا الاجتماع أو تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعا على مستوى وزراء الموارد المائية والري لحسم القضايا الخلافية أو الموضوعات العالقة. الجانب الأثيوبي كانت وجهة نظره أن تنعقد اللجنة على مستوى الفني، وإذا يعني لم توفق في الوصول إلى توافقات ثم يتم رفعها إلى المستوى الوزاري. طيب بس السيد وزير الخارجية في تصريحات سابقة له قال إن في جمود أصلا في عمل اللجنة الثلاثية دي، وإن المكتب الفني ده يعني برضو أيضا متوقف، وده إدى إشارة للرأي العام المصري إن يعني إن إثيوبيا ماضية، ومش حتى الاتفاق اللي احنا تم بيننا فيما يتعلق باللجنة الثلاثية أو بالمكتب الفني هما ملتزمين بيه. لا يعني هو للتوضيح، اولا زي ما اشرت المكتب الاستشاري بيعد تقرير بيقول انه على اساس ايه هيتم اعداد الدراسه، منهجيه العمل، الموضوعات اللي هتشملها الدراسه، البيانات التي سيطلبها من الدول الاربع او الدول الثلاث. اللجنه الثلاثيه بتاخد قراراتها بالاجماع، وبالتالي دي طبعا مساله مش سهله، يعني يجب كل الدول تتفق. اللجنه الثلاثيه دي يا فندم اللي هي مصر اثيوبيا السودان؟ نعم، مصر اثيوبيا السودان لجنه ثلاثيه فنيه من وزراء الموارد المائيه والري، ومدعومه بخبراء قانونيين وخبراء من وزارات الخارجيه. هذه اللجنه كل قرار بتتخذه بالاجماع، وبالتالي حينما لا يتحقق التوافق حول كل نقطه بيحدث نوع من التعطيل لعملها، وبالتالي مساله الدراسات بدء الدراسات بيتعطل. بالظبط. طبعا مش في صالح مصر ولا في صالح اتمام الدراسات بشكل سريع. على اي الاحوال الوزير هي اكد على اهميه ان تنعقد اللجنه على مستوى الوزاري لحسم المسائل الخلافيه. انا بس الحقيقه مضطر اقفل معاكي لان مجلس الامن. انا عارفه يا فندم، انا عارفه الان اعماله على الفور. انا بشكرك. السيد المستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزاره الخارجيه قال ان الاجتماع ده يعني تم فيه التاكيد على ما تطلبه مصر من اثيوبيا، ما تطلبه مصر والسودان من اثيوبيا، ان هم يبداوا يشغلوا اجتماعات الثلاثيه بينهم بشكل منتظم، تبدا اثيوبيا تدي ضمانات حقيقيه لفكره المكتب الفني والدراسات الفنيه، لان انا شخصيا سمعت من وزير الخارجيه السيد سامح شكري ان هناك قلق من ان اثيوبيا
موضوع المكتب الفني متوقف تمام، فلازم يبقى في رساله واضحه للجانب الاثيوبي ان هذا الامر يعني مصر ترى انه مقلق للغايه. وانا بحب دايما في العلاقات الخارجيه ناخد الكلام اللي يعني بيبقى شبه الكلام الدبلوماسي مقلق، علشان ما يبقاش المساله صراع اعلامي او الاعلام يثير ازمه. الامن القومي المصري شيء يعني، او رؤيه مصر فيما يتعلق بملف سد النهضه ان ده اساس الامن القومي المصري، وبالتالي القضيه دي قضيه كبيره جدا ومحتاجه يعني زي ما بيقولوا يعني طولة بال وطولة نفس، ويبقى فيه يعني دراسه متأنية لكل الخطوات.